المفارقات الصادمة التي نعيشها في المغرب ونحن نحتفل باليوم العالمي للمحيطات يوم 8 يونيو هو أنه العالم تحتفل بالتنمية المستدامة للمحيطات، والمغرب عكس دول العالم تحتفل بطريقة ديال التدمير وتلويت الشواطئ والمحيطات، والدليل هي الجريمة البيئية اللي كاينة في شاطئ زناتة وبالتحديد في المنطقة ديال بالوما، إذ المقذوفات الملوثة والرهيبة اللي خسرت المنظر ودمرت المنطقة ديال الساحل الشرقي ديال الدار البيضاء. والخطير في الأمر هو أن هذه الجريمة البيئية تجي في واحد الوقت اللي احنا كمغاربة حطينا 150 مليار ديال السنتيم. علاش حطينا 150 مليار ديال السنتيم؟ لأن السكان ديال الدار البيضاء الشرقية كانوا مساكن محرومين من العوم والاصطياف في مياه صحية وآدمية، عكس الحال ديال الغرب ديال الدار البيضاء في عين الدياب. من هنا المشرع باش يدير التوازن ما بين الغرب ديال الدار البيضاء والشرق ديال الدار البيضاء حطوا المغاربة 150 مليار اللي درنا فيها هذيك القناة ديال محاربة التلوث الساحل الشرقي اللي غادا من الميناء ديال الدار البيضاء وديز على روش نوار وغادا العين السبع البرنوسي بالوما بيكيني زناتة المحمدية إلى آخره. ولكن هذا الاستثمار مشى هباء منثورا، علما ان 150 علاش حطيناها؟ حطيناها لغرضين، الغرض الاول هو ان الناس تمشي تعوم في مياه صحيه كما قلنا، والغرض الثاني هو نفتحوا الشهيد للمستثمرين باش يجيو يحطوا الفلوس ديالهم اما اوطيلات اما مقاهي اما مطاعم اما مراكز التخييم الى اخره. لكن للاسف الشديد هذا الشيء كله يعني بحال كنكبوا الماء في الرمله. الجماعه ديال الدار البيضاء كتقول لك اودي انا الريزو ديالي قانوني وصحي وسليم وتسالي عند الحدود ديال المدار الحضاري ديال مدينه الدار البيضاء. الجماعه اللي حنا عروده كتقول لك ودي راه ماشي سوقي، رغم ان زناتة تابعه ليا، ولكن راه ماشي انا اللي كنلوح داك الماء الخايب في المحيط ديال زناتة. المدينه البيئيه زناتة كتقول لك ودي انا ديجا سميتي المدينه البيئيه، ومن العار عليا انني انا لوح المياه ديالي في المحيط ديال زناتة. والجماعه ديال الشلالات اللي جاي منها هذا المجرم، جاي منها هذه الجريمه، يعني كتقول لك اودي انا لا حول ولا قوه الا في هذا الموضوع. ولا ديام يعني الشركه ديال لوطوروس اللي القناه هي اللي خارقه يعني لوطوروس وزيزه من تحت الارض وغتخرج في البحر ديال البالوما، كتقول لك اودي هذه القناه انا ديرها للمياه المطريه ما ديرهاش للمياه الملوثه ديال الديور وديال اللوزينات. واذا شكون هو اللي مسؤول على هذه الجريمه البيئيه؟ كاين واحد، والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب والكهرباء لوينوه. علاش؟ حيت هذا لوينوه عنده غرض واحد، هو يمص الفلوس ديال مدينه الدار البيضاء ويديهم لمناطق اخرى في المغرب، في الوقت اللي هاد الفلوس اللي كيحطوها المستثمرين في مدينه الدار البيضاء يفترض انها تبقى في مدينه الدار البيضاء حسب القانون وحسب الالتزامات التعاقديه. لكن للاسف الشديد هاد الشيء ما تيطبقش في مدينه الدار البيضاء. علاش؟ لان الحكومه فيها ناس ضعاف وناس في وزراء ماشي في المستوى لفرض تطبيق القانون. والفظيع في الامر هاد الشيء يعني دام سنوات، واحد النهار قالوا باسطا ما خصناش نبقاو غاديين في هذه الوضعيه، فدرت واحد الاتفاقيه في 2014 وتسينات امام الملك باش يتصلح هذا الخلل. دابا حنا الان في 2020 دازت 6 سنين وهذه الاتفاقيه لم تنفذ بعد، سيناوها جميع الوزراء المعنيين بالامر وسيناوها جميع المنتخبين اللي عندهم علاقه بالموضوع، ومع ذلك كل شيء كيدوز من هذيك المنطقه ديال زناتة وتيشوف هذاك الاجرام البيئي المرتكب في حق السكان وفي حق البيئة وفي حق المحيط، ولا احد قال اللهم ان هذا منكر، ولكن نحن تنقول اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر، اللهم ان هذا منكر.